المناظر دي ممنوعة شكلا وموضوعا. قول واحد احنا بنبص كده وبنتعرف على بعض، بس لو جيت لك تاني لقيت الكلام ده مش هيبقى كويس. هسألك سؤال، انت في المدرسة؟ لو الحالة فاتت جت ما هتسيبها كده؟ هتسيبها لمدة ايه؟ بس سؤال يعني، دي لو الحنفية في شقتك او في بيتك هتصلحها بعد مش هقدر اسيبها لمدة ساعة بس. الله ينور عليك، بس ده اللي انا عايز اسمعه.